السلام عليكم أحبتي المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كرواسون موديرن، كرواسون بالعجين الملونة. هاد لاباط هادي تنشدوها نتاع كرواسون، لاباط كرواسون واحد شوية 300 غرام، وغادي نلونوه باش يعطينا واحد اللون أحمر باش نخدمو إن شاء الله في لاباط ديالنا. طريقة جد سهلة وتتبغي التركيز. وبالنسبه للعجينه راه الا بغيتو ترجعوا للرابط الاسفل غتلقاو الطريقه ديال كيفاش نعدلو نصاوبو لاباط كرواسون. الطريقه راه ساهله، كاين ما صاوبتهاش معكم هنايا كيفاش عجنتها وكيفاش هذيك، حيت دايره في الحلقه اللي فاتت. وان شاء الله نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الحلقه هذه وهذه الوصفه الجديده. ها هو تنديروا له الصباغه حتى تنحصلوا على هذا اللون. الطريقه راه سهله، ها الباطو ديالنا اللي صابنا العجينه ديالنا ديجا متورها ومقادها. ما خدمتهاش معكم حيت دايرها في الحلقات السابقه، هترجعوا الرابط تلقاو الطريقه ديال لاباط كرواسون كيفاش تصاوب وكيفاش تتور، تفتوا كيفاش تتور. دابا هادي خدينا غير هاد الطرف من هاد لاباط هذا وصبغناه باش نحطو على داك العجينه ديالنا الباطو. تبعوا معايا الى الاخر ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك ودعم القناه وجيم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وتبعوا الى الاخر. تنسرحوا لاباط ديالنا على هذا الشكل هذا، الطريقه راه سهله باش جينا العبار ديال الباطو ديالنا. ها هو جبنا الباطو ديالنا ديجا كان عندنا في الثلاجه مصاوبينو، غادي نحط عليه هذاك لاباط اللي سرحت. الطريقه راه بيت سهله، وتندهن واحد شويه بالماء هنايا فوق باش تلصق لينا العجينه ديالنا فوق لاباط ديال الكرواسه فوق الباطو. ونتمنى دعم القناه، تنشكركم على الدعم ديالكم، والناس القدام والناس الجداد. ترحب بالناس اللي اشتركوا معنا جداد، والناس القدام هما اللي تيشجعونا وتي يدعموا القناة. هانتوما بهاد الطريقة هادي، راه ساهلة، وهاد العجينة ديال الكرواسة تجي رائعة في المذاق وتا في الشكل ديالها موديرن. هاد كرواسة موديرن بغيت نشاركها معكم. وبالنسبة للطريقة ديال العجين كيفاش تتعجن وكيفاش تتور، ترجعوا للرابط السابق تاع الكرواسة في داير معكم تيبا وشوكولا دوبل شوكولا كيفاش تتعجن كيفاش تتور، ممكن ترجعوا ليها وغادي تلقاو الطريقه ديال الخدمه ديالها. هذه زدت عليكم بشكل اخر، كنتوما تشوفوا كيفاش الشكل تنخرج منها ثلاثه ديال الاشكال تجي رائع. نحط واحد شويه تبرد وعاد نخدموا بها. هيا من بعد ما بردات لينا واحد شويه دابا غادي نقطعو واحد الطرف وبقاو معنا حتى الاخير باش تعرفوا الطريقه مزيان. وركزوا راه ممكن شحال من وحده تيدخل وتيشوف وتيقول صافي راني عرفت، هو راه مازال ما غاديش يطلع تنجح ليه الا ما تبعش المراحل. ضروري خصك تبع المراحل والطريقه كيفاش تخدم هاد لاباط هذا وهاد الشكلات ديال الكرواسه. نحاول ما امكن نعرضوها 30 سنتيم عاد نخدمو هاد الشكلات ديال الكرواسه كيفاش تتجي في الشكل ديالها رائع
و حتى في المذاق. بالنسبة لهاد لا روسيت هادي راه خدمتها معكم غير بالزبدة، فايت خادمها في الحلقات السابقة غير بالزبدة عادية نباتية وبالزيت وتجي رائعة في المذاق. المهم أمكن نحاولو، أمكن نجيبو 30 سنتيم في العرض. هي 30 سنتيم إن شاء الله، ومن بعد نسرحوها. في الطول دابا الطريقة رجاء سهلة، وتبعوا معايا إلى الأخير إن شاء الله باش تعرفوا تنجح لكم الطريقة ديال هاد الكرواسون هادي وهاد الشكلات الموديغ. بالنسبة للناس المحترفين ولا حتى النساء اللي تيخدموا في الديور، والناس المحترفين كي تيخدموا في المخابز يبغوا يجدوا الشكالات و كرواسون لي موديرن و داكشي. المهم هما هاد الشكالات هادو زويونين و راه جد راقيين، ونتمنى تنال الإعجاب ديالكم. إن شاء الله مازال نصاوب معكم شكالات أحسن. مهم الدرس هذا إن شاء الله هو على هاد الكرواسون لي موديرن، هانتوما على هاد الشكل تنديرو على شكل مثلثات. هما على هاد الشكل مثلثات، هانتوما تبعو معايا وركزوا معايا في الطريقة هذه. طريقة راه جد سهلة، نجبد تنفرقها من الوسط واحد شوية بهذا الشكل هذا، هانتوما تنخشيها من الوسط عاد نلويها باش تعطيني داك الشكل. راه هو نعاود نخشي بهذا الشكل، هانتوما الطريقة راه سهلة و تتعطي واحد الشكل رائع، تعطي واحد السواقة زوينة. هانتوما على هذا الشكل هذا، هذيك كرواسون موديرن. هيا نتمنى تكون تتبان لكم مزيان. هانتوما عاوتاني نعاود معكم واحد الشكل اخر باش تزيدوا تفهموا. هانتوما كيفاش هادشي، تبعوا معايا الى الاخير و تبعوا الفيديو الى الاخير باش تفهموا، تزيدوا تفهموا مزيان كيفاش تجي الطريقه ديال الكرواسون موديرن. هانتوما بالنسبه للناس الحريفيه، وبالنسبه اللي شاف لي متبعين معنا ولي باتيسي ولا النساء ديال ما نزلتي يبغيو يديروا هاد التشكيلات. هانتوما كي تجي رائعه. نعاود واحد الشكل اخر باش تزيدوا عاوتاني ندير معكم الشكل الثالث، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هانتوما نعاود نلوي ونعاود، هانتوما نعاود تندخلها تنفتلو بحال تندير الضفيره. هانتوما عاوتاني الطريقة راه سهلة، ماشي شي حاجة اللي صعيبة. هيا ها براتيك، ندير وحده اخرى بالعكس من الجهه البيضاء تاني نفسها نيت، غير تنعاودوها نفس الطريقه ونعاود اللون باش نبدلو صافي. هانتوما الطريقه جد سهله. هيا نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشكل هذا.
اي نعاود معكم وحده اخرى او تاني تكون بالعكس ديالها. هانتوما الطريقه راه سهله وتجي رائعه، ونتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشكل هذا. نديرو عاوتاني شكل واحد اخر، حاولوا ما يمكن تسرحوا بهذا الشكل هذا. ثم نعرضها ثم الطريقة هذه بهذا الشكل هذا، نسرحه مزيان. تنسرحو في العرض 20 سنتيم، تقريبا 20 سنتيم. ونتمنى هاد الحلقة دي تنال الإعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا فيها إن شاء الله. تصبغي التركيز دابا غادي نقطع بالطريقة هادي، نتوما نشوف شنو تبان لكم. نتوما طريقة جد سهلة، وما تنساوش دعم القناة والاشتراك. انتم تديروا هذا الشكل هذا على ربعه، الطريقة راه سهلة. جوج تندير واحد شويه ديال الكريم باتسير بالبيستاش، كريم باتسير. بالنسبه للكريم باتسير راه ترجعوا الرابط ديال ميل فيه تلقاو فيها الطريقه ديال تحضير كريم باتيسري. وغادي تزيدوا هذه عليها البيستاش، وانتم تندير عليها دروبس بهذه الطريقه، ولا ديروا داك الباطوني الشوكولا ديال الخاصه بالبتي با، ولا دروبس اللي متوفر عندكم. انا متوفر عندي هذا ديال الباطوني، انا درتو هاد دروبس. هانتوما تتستوى هاد الشكل هذا بحال لا تصابو تيبا. هانتوما تحاولو ما يمكن تفرو هاديك الطريقة، راه جد سهلة. ديرو الطفيرة على هاد الشكل هذا، تعاودو بحال ديرو الطفيرة وهادي تكملو الدورة باش يعطيكم هاد الشكل هذا. هانتوما كتجي على بتي باب على هاد الشكل هادا. هانتوما نبين ليكم هنا مزيان، نوضحها سهلة. صغير التركيز، نعاود نجمع من هنايا الشكل باش يعطي شكل موديرن. هانتوما عصري بطريقة راقية، باش يعطي واحد الديكور زوين. هانتوما نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. الطريقة راه سهلة، هانتوما
هانتوما نبين لكم مزيان هانتوما كيفاش هادشي، شكل رائع، تعطي شكل زوين. دابا ندير واحد الشكل اخر تاني، تو سهل، تو ندير ليه كريم باتيسيري بهذا الشكل هذا، وندير ليه الطفيرة بحال هاد صابو الطفيرة، راكم عارفين الطفيرة. نعاود نلويو بهذا الشكل هذا، نعاود نلويو هاتوما، وغادي نشد هداك الراس من الفوق، تنديرو على شكل دائري في ليمو ديالنا، شي تيجي واحد الشكل زوين، تحطوه في المولد هذا الشكل هذا تيجي رائع تا هو. المهم انا توصل لكم فكرة، نتوما ديرو الطريقة اللي بغيتو باش تعمروه، باش ما بغيتو، اما ديرو كريم فرومبواز ولا كريم، من الاحسن ديرو كريم فرومبواز. المهم انا فضلت ندير كريم باتيسري بيستاش. المهم هانتوما هاد الشكل هذا، هانتوما دور او تتجمع باش يجي بحال الدائري، يجي بحال شي كرة، الشكل ديالها شكل تيجي رائع. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم انتوما، وركزوا مزيان وتبعوا، تنعاود معكم هاد التشكيلات باش الاولى والثانيه والثالثه، باش تعرف تبقاو عاقلين على الطريقه اللي تنصاوب انتوما، باش تصدق لكم مزيان وتجي رائعه انتوما، تجي شكل كروي. نحاول نجمعها على هذا الشكل هذا، هي نبين لكم مزيان هيا، ونحطها في المولة على هذا الشكل هذا، هانتوما دابا غنديها تحطهم باش يخمرو، ودابا غادي نصاوب شكل آخر عاوتاني بيبيتوس، طريقة تيجي زوين ورائع. ونتمنى تكون استفدتوا في هذه الحلقة هذه وتنال الإعجاب ديالكم، وما تنسوا الاشتراك ودعم القناة واللايك، الله يجازيكم بالخير، باش اللايك هو اللي تيجعل الإعجاب هو اللي تيجعل الفيديو القناة تكبر وتزيد تعرف، وحاولوا ما أمكن الله يرحم والديكم باش تشاركوا مع الأصدقاء ديالكم وتبارطاجيو باش القناة شوية تكبر، ونقدروا نكملوا في هذه المسيرة اللي غاديين فيها حنايا ومعكم، الله يجزيكم بخير. الطريقة راه سهلة، وانتوما الطريقة ديال بيبي توسعية، ونتمنى تكون استفدتوا، ولا كان عندكم شي تساؤلات ولا شي حاجه مرحبا بكم، صيفطوا في التعليق، راه اي واحد تلقى التعليق ديالو ولا شي تساؤلات تنجاوبو، واخا تنجاوب بعد ما تمعطل اذا ما شفتوش هاد الباطو هذا، هو الطرف هذا نقسمو على جوج، النصف نخرج منه بيتوس والنصف الاخر ندير فيه بتيبان. المهم الطريقة راه سهلة،
بقى ندير كريم باتيسير بالبيستاش، هاد بيبيتو سيتا بكريم باتيسير بالبيستاش. الطريقة راه ساهلة، تجي رائعة في المذاق ديالها، روعة في المذاق. نلوح عليها دروبس شوكولا، داك الشوكولاتة اللي تيكون كريكبات دروبس، تيكون في المحلات موجود، اي محل تمشي لعندو راه تقول لي عطيني شوكولا دروبس يعطيها ليكم شحال ما بغيتو، 3 دراهم ولا 4 دراهم ولا 5 دراهم، المهم اللي ونتمنى تكونوا استفدتوا في هذه الحلقة، هي طريقة كيفاش نديرو ليها تتلو من هذه الجهة ومن الجهة أخرى، أو تاني محلات صوبي الريزا باويزا غير باويزا في جهة وحدة تتلو، وهذه تتلو من هذه الجهة ومن هذه الجهة باش تمشي من الجهة الأخرى من تحت تجيبو عاوتاني من الفوق تتلاصقو بهذا الشكل هذا، تنقطعو هانتوما. ويتقام عليكم راه مزيان، احسن من انكم تصاوبوا في شي في السنقه ولا شي حاجه. المهم بالنسبه للناس اللي ما تيعكزوش تيبغيو يصاوبوا في الدار ويبغيو يتعلموا، وعندهم فران زوين بالنسبه للطياب، حيت هادشي ديال لا فينوازري وهادشي ديال الكرواسون تيبغي حتى الفور يكون شويه زوين. هانتوما الطريقة ديال تاوان، نجمعوه شوفوا كيفاش نحطو على هاد الشكل هذا، هانتوما تلويو بهاد الطريقة هذا تنعكسوه ونحطو، تحاولوا ما امكن تبعدو، راه ضروري تبعدو، انا نسيت وانا نحط واحد الاخر على حساب الى خمرت الكرواسه ما تلصقش. هانتوما كيفاش تلوي بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل ديال 8 ولكن هي معاكسه. نكملو شي لاخر، هانتوما وتخليو في واحد البلاصة لي تكون سخونة شي شوية باش تخمر ليكم، دابا غادي نسرح بان سويس بحال الطريقة ديال بان سويس، طريقة راه سهلة الشكل بحالها بحال بان سويس غير هذا الشكل واحد طريقة أخرى. المهم هانتوما تتسدو هاد الشكل بحال هكا بحال الطريقة ديال بان سويس، غير هذا واحد الشكل تيعطي تا هو شكل تا هو تنديرو ليه الضفيرة و تن تا هو تنضفروه من القدام. هانتوما الطريقة راه سهلة، هانتوما هي نفس الطريقة تنديرو ديك الضفيرة بحال هكا هاد الشكل هذا، و تندور تنجمعو تنخشيو الساروت من التحت على هاد الشكل باش يعطي واحد الشكل تا هو رائع بحال الراس. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم،
وتنشكركم على المتابعة والتتبع والمشاهدة ديالكم. تتلوي على الطريقة، طريقة جد سهلة. هانتوما عاوتاني نلويو هادي، عاوتاني نفس الطريقة نلويوها، طريقة سهلة. ونتمنى تكونوا استفدتوا في هاد الحلقة هذا ووصلت لكم المعلومة على حقها وطريقة. ولا كان شي تساؤل مرحبا سيبتو ليا في الميساج التعليق ديالكم، ان شاء الله غادي نرد عليكم. انتما تنحطهم تما بهذا الشكل هذا، وغادي نخليهم يخمروا، وغادي نطيبهم في درجة الحرارة ديال 200 درجة ديال الحرارة، مدة ديال 12 دقيقة، وعاوتاني على حسب الفرن ديالكم. شوفوا الفرن، الطريقة راه سهلة. وقبل ما نطيبهم تندهنهم بالبيض. هانتوما بعد ما خمروا لينا هما كيجاو دابا خامرين، وغادي نطيبهم. ونتمنى تكون الحلقة استفدتوا فيها ونال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش دعم القناة والاشتراك، وتنشكر كاع الناس اللي تبعونا والناس اللي متتبعين ديالنا خارج المغرب وداخل المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.